آخر عهد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. يتعرض إلى إبادة جماعية، الشعب الفلسطيني ترتكب ضده مجزرة حقيقية. هذه الإبادة الجماعية تقوم بها الحكومة الإسرائيلية الفاشية بدعم من الإدارة الأمريكية، بل بمشاركة من الإدارة الأمريكية، وبتواطؤ من المجتمع الغربي، وبغطاء وضوء أخضر من المجتمع الغربي تحت حجة الدفاع عن النفس. هم يكذبون بكل شيء، كذبوا أن المقاومة قتلت أطفالا وبعد ذلك تراجعوا عن هذه القصة، كذبوا أنهم قاموا باغتصاب النساء وتراجعوا عن هذه القصة. لا يريدوا أن يواجهوا الحقيقة. الحقيقة في جذور المشكلة هو وجود الاحتلال. على العالم أن يتحرك لأولا لوقف هذه الحرب، لأن استمرارها يعني استمرار المجزرة ضد الشعب الفلسطيني. أنتم شاهدتم أنهم يطالبوا أكثر من 1,000,000 فلسطيني ليهاجروا. عندما تحركت بعض العائلات مغادرة بيوتها قصفوهم هذه الليلة، 70 شهيدا و150 جريحا في قافلة سيارات، نصفهم أطفال ونساء. كيف يمكن أن يقبل هذا العالم؟ كيف يمكن أن يفسر أن هذا دفاع عن النفس؟ هل قتل 9400 فلسطيني هو دفاعا عن النفس؟ جرح 9400 فلسطيني هو دفاع عن النفس؟ هل قتل الأطفال الفلسطينيين هو دفاع عن النفس؟ هذا عالم ظالم يكيل بمكيالين. على أمتنا أن تقف وتضع حد لهذا العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 75 عاما. الشعب الفلسطيني لن يرفع الراية البيضاء، وهذا ثبت بكل الحروب السابقة. وبالتالي من يريد سلام عليه أن ينهي الاحتلال. جئنا اليوم أمام سفارة فلسطين العزيزة تلبية لنداء من الجمعية المغربية لمساندة كفاح الشعب الفلسطيني لندعم فلسطين، لنقول لفلسطين بأننا رمزيا سياسيا عاطفيا سنظل مع شعب فلسطين. جئنا اليوم لنقول أمام هذا المبنى الرمزي الذي يشكل بالنسبة لنا تاريخا ونضالا وكفاحا ومسيرة، جئنا لنقول للعالم أوقفوا هذه الحرب القذرة، أوقفوا هذا العدوان الصهيوني على فلسطين، أوقفوا هذه الحرب الغاشمة على غزة وعلى عدد من مدن الضفة، أوقفوا هذا الهجوم الهمجي الذي لا يمت بصلة للإنسانية وللقوانين الدولية ولحقوق الإنسان، ولا علاقة له بالدفاع عن النفس كما تقول إسرائيل، بقدر ما هو محاولة واضحة اليوم لتهجير شعب فلسطين، لإبادة شعب فلسطين، محاولة للقضاء على غزة، محاولة لإيقاف صوت فلسطين ونضال فلسطين وأطفال فلسطين ورجال فلسطين ونساء فلسطين وشيوخ فلسطين. لا يمكن لشعبنا المغربي أن يقبل هذه الحرب القذرة، وعلينا اليوم أكثر من أي وقت مضى أن نطور جميع أشكال التضامن، جميع أشكال الاحتجاج، جميع أشكال المساندة، دعما لفلسطين، وقوفا إلى جانب شعب فلسطين الذي ونحن نجتمع هنا تتهاطل عليه الآن
بغزة وبغير غزة، القنابل والهجمات، وتسقط الضحايا بالعشرات والمئات، ويدفع الشعب الفلسطيني أطفالا ونساء عزال إلى التهجير وإلى مغادرة غزة. إلى أين؟ كيف للعالم أن يقبل هذا الأمر؟ كيف للعالم الذي يتغنى بحقوق الإنسان، وللمنتظم الدولي وللغرب الذي أعطانا الأوامر والنصائح والتعليمات لمدة عقود من الزمان، كيف له أن يقف اليوم ليس فقط متفرجا بل مساندا لهذه الجرائم، جرائم الحرب التي ترتكبها اليوم إسرائيل، الذي يرتكبها اليوم ترتكبها اليوم قوة الاحتلال الصهيوني، لأنها قوة احتلال. فالمشكل ليس أن تقوم أو أن يقوم الشعب الفلسطيني بعمليات من أجل المقاومة ومن أجل الدفاع عن الذات، المشكل هو الاحتلال منذ 75 سنة، المشكل هو تهجير شعب فلسطين، المشكل هو الهجمات المتتالية التي عرفها تاريخ الشعب الفلسطيني، المشكل هو التنكيل، التقتيل، المستوطنات، الشعب الفلسطيني الذي يعيش في المعسكرات في ظروف قاسية غير إنسانية. المشكل هو هذا، المشكل الذي يتعين على الإنسانية اليوم وعلى الضمير الدولي أن يتعبأ من أجله، هو أن يتم الدفاع عن الشعب الفلسطيني.